اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر النهار وانا معكم محمد الباز. عوده بعد اجازه طالت، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. طلعنا من شهر رمضان والعيد، الاجازات كانت طويله والحقيقه الاحداث كمان كانت متعاقبه خلال الفتره اللي فاتت. يمكن الحدث الاهم اللي ناس كتيره جدا بتتابعه بترقب وبتتابعه، مش عايز اقول بخوف ولكن هذا هو الواقع، الناس بتراقب وبتتابع ما يحدث في السودان بخوف شديد جدا. يمكن لما بتدير نقاش مع مواطنين مصريين ما لهمش علاقه قوي بالسياسه، ما لهمش علاقه قوي بتعقيدات الحياه، لكن يقول لك احنا قلقانين لان هو مدرك خطوره ان يكون هناك قلق في السودان اللي هو عمق الأمن القومي بتاعه. وده اللي يمكن فرض النهاردة في اللقاء المهم جدا اللي كان في قصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان. صحيح اللقاء كان هناك ما يخص العلاقات بين مصر واليابان، يعني النهاردة تم الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تعرفين بيبقى بين الدول علاقات، لكن لما يتم الاتفاق على رفع مستوى العلاقة بين بلدين إلى الشراكة الاستراتيجية فإحنا بنعني تطوير أكبر للعلاقة، تنسيق أكبر بين البلدين في التعاون، سواء ما هو اقتصادي أو ما هو ثقافي، وتحديدا اليابان يعني عندها شغل ثقافي كبير جدا معانا، او سياسي او امني حتى على المستوى الامني. في هذا اللقاء فرضت الاحداث في السودان نفسها على الحديث بين الرئيس ورئيس وزراء اليابان، ويمكن البيان الرسمي اللي صدر عن رئاسة الجمهورية بيؤكد ده. بيؤكد انه الموضوع مهم وفرض نفسه على المباحثات، وبيعكس ايضا الموقف المصري الواضح والصريح منذ اللحظة الاولى للاحداث في السودان. يعني قدام حضراتكم البيان اللي بيقول ايه: تم التوافق بشأن ضرورة تحقيق وتثبيت وقف اطلاق النار ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية، كما سمن رئيس الوزراء الياباني في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعاية اليابانيين من السودان، متقدما بخالص التعازي إلى مصر حكومة وشعبا في استشهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالخرطوم أثناء أداء واجبه. طيب ده يدخلني على طول مباشرة إلى ما يحدث في السودان، وليه بقول أنه هناك كثيرين، والله ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة كلها، بيتابعوا ما يحدث في السودان بخوف شديد جدا. وهنا لازم نتكلم مع بعض بصراحة مطلقة، والناس اللي هم مش مصدقين او مش مؤمنين بانه احنا بنتعرض بالفعل الى حرب مستمرة دخلت في مرحلة بتكنيكات مختلفة. وخلينا نتكلم على مصر بشكل اساسي. جربوا معاك انه يجيبوا جماعه ارهابيه في الحكم ويدعموها ويدفعوا بيها في الحكم عشان تنفذ مخططات المخطط العام اللي هو تفتيت هذه المنطقه، لانه ما كانش عاجب قوه كتيره جدا في العالم انه الدول العربيه دول متماسكه ودول عندها جيوش ودول فيها وحده، فلا العراق ليه تبقى دولة واحدة؟ تبقى 3-4 دول. سوريا تبقى ليه دولة واحدة؟ تبقى 3-4 دول. ليبيا ليه تبقى دولة واحدة؟ ليبيا تخليها 3-4 دول. مصر ليه مصر تبقى دولة واحدة ومتماسكة؟ خليها كمان هي 3-4 دول. فالمحاولة الأولانية دي اللي تمت ما سمي وقتها بالربيع العربي والثورات والخروج وإلى آخره فشل. وفشل لما انت تحديدا في مصر عملت ما اسميه
وهذه تسمية مبكرة جدا أنا أطلقتها على 30 يونيو، إنها أكبر مطب صناعي سياسي تاريخي حصل، لأن أنت عطلت مشروع كان جاي يفتت المنطقة. واللي يجي يقول لي أنت بتقول أي كلام أو أنت مش واخد بالك، أقول له بص لي الدول اللي تم تفتيتها بالفعل، أنت ما بتجيبش كلام من بره، وانت قدامك اللي حاصل في سوريا وده ما حصل في العراق. مش بقى بتكلم على الفوضى وبتكلم على الجيوش لما وقعت وبتكلم على الظروف المعيشية، لا انا بتكلم على ان كل دولة منهم بقت حتتين تلاتة. فدخلنا على ايه؟ عدت منهم حكاية الربيع العربي، طلع لك الارهاب في مصر فقدرت تكسره، حصرك بيه ازمات اقتصادية متعاقبة اسبابها في الغالب خارجية. أنا أعتقد إنه ما يحدث في السودان الآن هو موجة رابعة لإضعاف موقف مصر أو لحصار مصر بشكل كبير جدا. لأنه هذه الأحداث اللي حاصلة في السودان، ليه مواطن ممكن يبقى خايف على أمنه القومي؟ لأنه لو استمر ما يحدث في السودان هنلاقي عندنا أخطار واضحة جدا، مش بتهدد مصر فقط ولكن بتهدد المنطقة. وده اللي يخليني أستمع من الكاتب والباحث الكبير العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور محمد، تحياتي ليك وللسادة المشاهدين جميعا يا فندم. كل سنة وانت طيب يا فندم. كل سنة وحضرتك بخير. يعني أنا بحاول أقرأ مع حضرتك ما يحدث من زاوية أخرى، يعني أنه الاقتتال الداخلي في السودان هو خطر كامل على السودان، لكن الخطر لا يهدد السودان وحده ولكن يهدد المنطقة ويهدد مصر أيضا. السؤال الأولاني يا فندم، إيه الخطر اللي ممكن تواجهه مصر إذا ما استمر الوضع في السودان كثيرا، حالة الاقتتال اللي ما بين الجيش وما بين الدعم السريع؟ يعني الحقيقة المخاطر العديدة ومتنوعة ما فيش شك، وده اللي يبرر مساحة القلق والاهتمام المصري ربما من اللحظة الأولى لهذا المشهد من الجانب المصري الرسمي والشعبي. الحقيقة الاثنين يعني توافقوا سريعا جدا من اللحظة الأولى وشد انتباههم ما يجري في السودان، تعبير عن قلق بالغ جدا من الشعب المصري والرأي العام المصري، تعبيرات وتأكيدات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في اجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة، واعتقد يعني هذا هو ارفع الاجتماعات اللي تم عقدها فيما يخص هذا الملف، وتحدث الرئيس بشكل واضح وبوضوح حول وجوب وقف اطلاق نار فوري، وإن مصر موجودة داعمة للدولة السودانية ومؤسسات الدولة السودانية ولا تنحاز لطرف على حساب أي أطراف أخرى، بل بالعكس هي منفتحة على كافة الأطراف، تريد أن تصل بالسودان بأسرع وقت ممكن ومن أقصر طريق ممكن إلى حالة استقرار. هذه الحزمة تدل على دقة ما يجري وتأثيره على معادلة الأمن القومي العربي، لأن الحقيقة ما كناش لوحدنا في هذا القدر من الاهتمام، لا شفنا دول كتير جدا في المنطقة، دول الجوار الأفريقي ودول عربية كثيرة كانت هي الأخرى تتحدث بنفس اللسان المصري وبنفس اللهجة المصرية حول خشيتها من أن يكون هذا المنزلق للسودان زي ما حضرتك قلت في مقدمتك المهمة الحقيقة، إنها تلحق بأشقائها من دول عربية لم تستقر حتى الآن ومر ما يزيد عن عقد من الزمان، والدول دي لم تعود كما كانت منذ هذا التاريخ. طبعا كل الدول العربية وفي مقدمتها مصر يعني تستشعر القلق من هذا المصير وتريد أن تقدم كل الدعم الكامل للسودان كي يخرج من عثراته وأنه يعود مرة أخرى إلى حالة الاستقرار. أول مشهد رغم أنه مشهد إنساني وتعاملت مصر فيه بأخلاقياتها الموروثة والمعتادة وبعقيدتها في مقابل الأشقاء هي مسألة قضية النزوح واللاجئين وعدد الضيوف اللي دخلوا إلى الدولة المصرية من الأشقاء في السودان، ده أمر ضاغط حتى ونحن نرحب ونقدم يد العون وكل هذه المتطلبات
مصر بتقوم بيها بشرف وبرقي شديد، ومش المرة الأولى، وعملته مع كل الأشقاء اللي احتاجوا مصر في هذا الأمر. لكن على المستوى الاقتصادي والفني والسياسي أمر ضاغط، مفيش شك في ده، وإحنا بنتكلم بشفافية، وأبناء هذه الدول تعلم ذلك يعني عن يقين. يعني ده أول التداعيات الحقيقة. تاني تداعي إن أنت بتحتاج إلى دولة جارة تكون هناك منظومة حكم مستقرة كي تصيغ معها معادلة الجوار المشترك، تشتغل معاها في شراكة، تشتغل معاها في تأمين حدود، تشتغل معاها في تبادل اقتصادي، حتى في استثمار. صحيح، يعني خاصة ان الفرص في السودان يعني اذا ما استقرت الاوضاع ممكن تبقى مساحة للاستثمار بشكل كبير جدا. يعني بالضبط المتبادل، يعني يعني الامر ما بيننا وما بينهم، نريد ان تستقر الاوضاع كي يكون شريان الحياة الممتد ما بيننا وما بين السودان مفتوح باستقرار وبهدوء وبأمن. طبعا ده مهدد ومتوقف بشكل كبير جدا. صحيح. من بداية هذه الأحداث حالة السيولة الأمنية تفتح الأبواب على مصراعيها، إلى أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة اللي بتعد بيها أفريقيا واللي موجودة على تخوم وحدود الدولة السودانية مش هتلاقي موقف أو مشهد نموذجي أكتر مما هو عليه الوضع الآن. صحيح. بالانشغال بالاقتتال كي تستغل السودان كمستقر لها وموطئ قدم تدخل به، تقرب من الحدود المصرية، تقرب من تهديد دول الجوار، وأمور مفتوحة على مدى كبير وواسع من التهديدات. الأمور فيما يتعلق كمان بأمن المياه، يعني احنا في ملف معلق اللي هو ملف سد النهضة، كان طول الوقت اللي هو وصول الأطراف مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق قانوني ملزم. في حالة السيولة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، يعني سيناريو السد النهضة وأمن المياه، لأنه احنا بنتكلم دلوقتي خطر جاي من الإرهاب، وخطر ضاغط جاي من النازحين، وخطر كمان فيما يتعلق بملف المياه. ما فيش شك، وده يعني مش عايز اقول ان ربما يكون في اول الملفات وابرز التهديدات، ان انت طول الوقت وعبر التاريخ حتى، يعني ان انت بتشتغل في ملف المياه بالشراكة مع دول حوض النيل كلها، ودول دي يعني انت عايز دولة في الجميع. صحيح. يعني عايز دولة بمؤسساتها، عايز رئيس حكومة، عايز رئيس دولة، عايز وزارة رأي تبقى بتشتغل معاها، وزارة الري المصرية كي تدير عمليات تدفق المياه والنهر وغيره، حتى من قبل بس التعامل في ملف سد النهضة أو النيل الأزرق. لا، أنت عايز على مستوى النيل الأبيض والنيل وكل الموارد المائية أنت بتشتغل فيها مع السودان ومع جنوب السودان، ووصلنا لتنزانيا، ووصلنا لدول المنابع. طول الوقت أنت يهمك جدا ان هذه الدول تبقى دول مستقرة، حتى يمكن لك ان تنسق مواقف سياسية وان تطور العمل في ملف توفير المياه وتأمينها، وانها تبقى في افضل صورة، وان الحصص لا تكون مهددة بشكل او باخر. دخول مع اثيوبيا، احنا في نص الطريق قدرنا نقطع عبر كتير جدا من الجهود الدبلوماسية المشتركة، وربما نتذكر ونذكر السادة المشاهدين معانا الشغل اللي مصر والسودان عملوه سويا في مجلس الأمن من عامين، كان بتنسيق، وكان في حكومة انتقالية صحيح، لكن كانت حكومة مستقرة إلى حد كبير. صحيح. استطعت انت حضرتك شايف الأفق هناك عامل ازاي؟ يعني الأمر مع رغبة الدول وبذل مجهود لإجلاء رعاياها بشكل كبير جدا، ممكن مصر كدولة جوار لعبت دور كبير في إجلاء عدد كبير جدا من رعايا الدول الأخرى، كان معبرا آمنا. يعني صحيح. شايف حضرتك تعقيدات المشهد ازاي؟ السيناريو اللي ناس بتوقعها، قالك طالما ان الناس بتسحب رعاياها بهذا الشكل فاحنا قدام معركة طويلة الأمد، يعني معركة تقريبا معركة صفرية، إما لابد أن يقضي طرف على الطرف الآخر. بالعين الأمنية أو التحليل الاستراتيجي، ما الذي ينتظر السودان؟ يعني قد إيه في هذا المشهد؟ والله يعني الاحتمالات كلها مفتوحة، يعني لكن أنا براهن على جهود الدول الإقليم ومنها مصر، وجهودها الحقيقة مثمنة جدا من الأطراف كلها،
مسمنة من الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة. مصر بتشتغل مع جنوب السودان في محاولة صياغة مبادرة سريعة إنها توقف إطلاق النار، وإن يتم الترميم بشكل سريع جدا للعملية السياسية من أجل إنقاذ السودان. في جهود بتبذل، أنا بحاول أكون في الجانب المتفائل إن هذا الأمر قريبا ستخفت هذه أصوات المدافع واستخدام النار، ونبدأ في عمليات ترميم سياسي وعسكري وأمني حقيقي. الدولة من دون مؤسسات وطنية كاملة وشاملة، منها الحكومة السياسية ومنها المؤسسة العسكرية ومنها رئاسة الدولة، أعتقد هيبقى مصير السودان صعب. التجارب اللي حضرتك أشرت إليها موجودة في أذهان السودانيين وشافوها وعصروها معانا وشافوا كتير من الدول العربية. أعتقد بدأت أصوات سودانية خلال الأيام القليلة الماضية تتحدث بنفس هذه اللهجة المصرية الحريصة، وفي جهود بتبذل. أنا عايز أنحاز للجانب الإيجابي وأقول إن إحنا قد نصل إلى هدنة سريعة، إرساء هدنة مستدامة. هذه الهدنة المستدامة تساعد في مسألة بناء مؤسسات الدولة. مصر جاهزة وغيرها من الدول الشقيقة جاهزة إنها تقدم بسرعة روشتات علاج للداخل السوداني كي يعبر هذا المطب، لأن السيناريو الآخر صعب وتداعياته مكلفة على كل الناس اللي موجودة في الإقليم. طبعا السودانيين هيدفعوا الفاتورة الأكثر كلفة، لكن الفاتورة ضخمة ومؤلمة، وأتمنى أن احنا لا ندخل فيها وأن احنا ننحاز فعلا إلى سيناريو الحل الإيجابي إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا سيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. طيب، فمصر واضح موقفها جدا انها بتقول يا جماعة الحل السلمي، لازم الناس تقعد على مائدة حوار لانه استقرار السودان هو الهدف الاساسي. يمكن ده اتبلور في الكلمة اللي القاها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبيبلور ايضا موقف مصر من، وهنا الموقف الشعبي، يعني البرلمان يمثل الشعب فهو بيمثل الموقف الشعبي من الأحداث. خلينا نسمع ما قاله رئيس مجلس النواب ونرجع تاني. منذ اللحظات الأولى لهذه الأزمة في رعاية أبنائها الموجودين على أرض السودان الشقيق، حيث سخرت كامل طاقاتها لإعادتهم سالمين لوطنهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات في الخرطوم، حيث بدأت تلك الجهود بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه سيادته بإنشاء خلية أزمة من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والهجرة وجهاز المخابرات العامة لمتابعة إجلاء المصريين من الأراضي السودانية ومساعدة الدول الصديقة في إجلاء رعاياها بسلام. ولم تقف الجهود المصرية عند هذا الحد، فدائما بابها مفتوح لكل الأشقاء، فاستقبلت المئات من الأشقاء السودانيين دون تأشيرة مسبقة من خلال معبري أرقين وقسطل البريين. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، إن مصر شعبا وحكومة إيمانا منها بوحدة التاريخ والمستقبل بينها وبين السودان الشقيق، تؤكد على دعمها الكامل للشعب السوداني وحرصها على أمنه وأمانه، وتدعو المجتمع الدولي أن يطلع بدوره تجاه السودان الشقيق بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب السوداني والعمل على تهدئة الأوضاع في هذه المرحلة الحاسمة. حفظ الله مصر والسودان وشعبيهما الأبيين من كل مكروه وسوء. طيب، فده الموقف المصري. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة جدا من واقع الأرقام، لأنه إحنا بتأثير يمكن السوشيال ميديا، بتأثير بعض الاتجاهات، بتحصل حالة أفورة.
اللي هو ايه حاله افوره؟ مساله استقبال مصر للسودانيين الخارجين الهاربين الفارين من جحيم الاقتتال ده امر كان في منتهى الافوره الحقيقه، من افور يعني. وبعدين تعالوا نتكلم في الارقام، يعني الناس بدات تجيب صور والخيال الشعبي المصري الان، يعني ده هو صوره من الناس وهم طالعين من السودان. فالناس بدات تتخيل وكان ملايين السودانيين هيدخلوا وملايين السودانيين هيسيبوا بلادهم وييجوا هنا. لما تيجي تبص للبيانات الرسميه بتاعت وزاره الخارجيه امبارح مثلا، وصلنا انه مصر نجحت في اجلاء كام؟ 6399 مواطن مصري من السودان. عدد المصريين في السودان اكبر من كده بكتير. وانتوا بتسمعوا الناس هناك قاعده والناس مش عايزه تيجي والناس مستمره والناس، انتوا عارفين المصريين يعني ايه، بيفضل كده عارف ان الامور هتهدى يا عم، يقول لك ربنا ان شاء الله يسويها وهتهدى، مش عاوز يسيب لا مكان ولا شغل ولا دراسته ولا بتاع فقع. ده غير المشاهد الانسانيه، قصه الطبيب اللي رفض قال لك السودانيين محتاجيني دلوقتي، طبيب مصري قال لك انا مش همشي لان السودانيين محتاجيني اكتر المصابين وبتاع. فاذا كل المصريين اللي تم اجلائهم لحد امبارح كانوا طبقا لوزاره الخارجيه قدام حضراتكم 6399. طب ده على جنب. تعالوا البيان الثاني قال لك ايه؟ استقبال قدام حضراتكم، استقبال 16000 شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدوديه مع السودان حتى الان. طيب حد يقول لي بقى يعني احنا كده السودانيين اللي دخلوا 16000؟ اقول لك لا، لانه لما تقرا يقول لك ان الجهود اللي تمت اسفرت عن النجاح في تسهيل عبور اكثر من 16000 مواطن من غير المصريين الى داخل مصر حتى اليوم 27 ابريل، يعني من يومين. طيب من ال 16000 دول اعداد العابرين من الاشقاء السودانيين 14000، وعدد العابرين اللي هم من 50 دولة وست منظمات دولية حوالي 2000. انتوا شفتوا رئيس الوزراء الياباني لما كان بيشكر الرئيس انه مصر ساهمت في يعني عبور اللي هم اليابانيين اللي كانوا موجودين في السودان. يبقى احنا كل الهيصة اللي حاصلة انه في 14000 سوداني فقط هم اللي خرجوا بسبب هذا الاقتتال حتى الان. لكن الخيال مصور ان احنا هيبقى في ملايين بقى. لا، المسألة مش كده، لانه خلي بالكم الازمة الاساسية في الخرطوم، يعني الاقتتال الخشن في الخرطوم. في بعض مناوشات هنا في ولايات معينة، لكن السودان بخلاف الخرطوم امنة. ففي ناس سابوا الخرطوم وراحوا لولايات اخرى في السودان، وفي ناس جم عندك هنا بمجرد ان تستقر الامور هيرجعوا لبلدهم. فاذا احنا ما استقبلناش ملايين من السودانيين، وحتى لو استقبلناهم فعلى دماغنا. المساله كلها حتى الان في 14000 من اجمالي 16000 واحد خرجوا من السودان بسبب الاحداث. فارجو انه الناس بس تقرا تعرف تشوف الرقم، لانه الحقيقه دارت معركه كلاميه حوالين هنعمل ايه ومش هنعمل ايه وجايين ليه وبيعملوا ايه، وناس معارضه وناس مؤيده. المجموع يرحب، لكن انا بقول للناس اللي هي بلغت قوي افورت قوي انه المساله ليست بهذا الشكل، وحتى لو اعداد كبيره فاهلا بيهم. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوع مهم جدا، ازمه برضو على الافرو سنتريك وسرقه تاريخ المصريين وسرقة الست كيلوباترا. خلينا نتكلم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة قناة الوثائقية التابعة لقطاع الانتاج الوثائقي في الشركة المتحدة أعلنت أنها بصدد إعداد فيلم وثائقي عن الملكة كيلوباترا السابعة. الحقيقة هذه خطوة موفقة إن شاء الله، وبعدين بيتم الآن جلسات مع المتخصصين بحيث هذا العمل يكون على أعلى درجة من الدقة وعلى أعلى درجة من التوثيق. وجاءت هذه الخطوة الحقيقة في مواجهة مسلسل وثائقي هيعرض على إحدى المنصات أثار جدلا كثيرا. إحنا عايزين نفهم بالراحة جدا
هو ايه الحكايه؟ يعني طلعوا الملكه كليوباترا سوداء زنجيه، وقالوا انه الجماعه بتوع المركزيه الافريقيه اللي هم الافرو سنتريك دول ناس عايزين يقولوا ان هم اللي عملوا الحضاره المصريه، جماعه بتوع غرب افريقيا، وان دي منظمه معموله من سنه 1928. طيب احنا عندنا هنا في مصر متخصصين وخبراء وعلماء وناس عملت دراسات تقول ان كل ما تردده هذه المجموعه كلام فاضي، ولاننا بنتكلم على الاثار وكما يقولون يعني لا يفتى ومالك في المدينه، فلا يجب ان يتحدث احد عن الاثار وعن مصر الفرعونيه. والدكتور زاهي حواس معنا في المدينه. دكتور زاهي اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا دكتور محمد، ازيك؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك، انت طيب. يعني انا عارف ان حضرتك متابع هذا الملف من سنوات، يمكن مش من الان، وانه هذه الدعوات ليست دعوات جديده، بس انا عايز يعني بطريقه حضرتك البسيطه، المواطن المصري اللي هو متشوشر ومش ومتلخبط ومش عارف ايه الصح من الغلط عن هذا الملف، هذه الادعاءات. الاول انه في ناس بيقولوا لا احنا اللي جينا عملنا الحضاره واحنا اللي بنينا الاهرامات واحنا اللي عمل، نقول لهذا المواطن ايه يا فندم؟ اولا احب اقول لحضرتك ان في خطة يعني موضوعة من مدة طويلة جدا من السود في أمريكا وجنوب أمريكا. يعني عندهم في البرازيل مثلا كل سنة يقوموا عاملين بريد ضخم جدا في الشوارع، الملك أسود والملكة سودة وكل الفراعنة سود. يجي واحد كوميدي أمريكي عايز يعمل مؤتمر في أسوات عشان يقول لهم أصل الحضارة الفرعونية. اللي هو بتاع ستاند أب كوميدي ده اللي هو يجي واحد تاني ياخد صورة لهيكل عظم عمره 35 ألف سنة في متحف الحضارة ويطلع صورة لأنه كان أسود. يعني هم أصل هذه الحضارة. طبعا الكلام ده كلام كذب، أولا لأن مملكة كوش السوداء حكوا مصر في الأسرة 25 سنوات بسيطة. لا هم كان لهم صلة بالحضارة وعملوا أهرامات عبارة عن تلال رملية لا تقارن بالاهرامات المصريه، فاذا العلم والمنطق بيقول وانا اقصد ان دول يا فندم حكموا حتى بعد بناء الاهرامات بحوالي 20 سنه. انا بقول لحضرتك دكتور محمد ان هم حكموا في الاسره 25، يعني في نهايه العصر المتاخر، في نهايه العصر الفرعوني تماما. ليس لهم صله بالحضاره اطلاقا. نيجي بقى هم دلوقتي موضوع كليوباترا ده. طبعا الكذب بتاعهم وصل ان كليوباترا المقدونيه يعملوها سوداء، ده بنت بطلميوس ال 12 كلهم، يعني انا لو اتعمل فيلم وكليوباترا شقراء هعترض. لان كليوباترا كانت بحر متوسط بجريجيه شكلها قمحي ملهاش صله بالسود اطلاقا. فلو انت بصيت لكل تماثيل كليوباترا، واحنا طلعنا تمثال في رحله البحث عن مقبره كليوباترا في معبد تابوزيرس ماجنا في اسكندريه، طلعنا تمثال لها بيضاء تماما، المناظر بتاعتها العمله، المنظر بتاعها اللي موجود على معبد دندرة لا يمكن يمت للحضارة بالصلة إطلاقا. أنا بقول إن ده عبارة عن فيلم تسجيلي، والمفروض الفيلم التسجيلي يتوخى الحقيقة. صحيح. إذا يعني كان دراما مش دراما. لكن فيلم تسجيلي ده الفجل اللي عملته زوجة ويل سميث، وأنا قابلتها على فكرة في 2006 في ما اخترت انا ويل سميث من اهم 100 شخصيه، كنا على الترابيزه واحنا بنتعشى. لكن عمرها ما اتكلمت في هذا الموضوع، ولا ويل سميث لما جاء مصر هنا وانا قابلته عمره ما اتكلم في هذا الموضوع، لكن الست دي عندها اجنده. وطبعا الفيلم ده انا بقول فيلم تافه بيزيف التاريخ، وبالتالي مجاله يعني في عالمه مصريات اسمها كولين من جامعه ييل كلمتني امبارح قالت لي ضحكوا عليا، خدوني عشان اتكلم عن حياه كليوباترا، لكن ما اعرفش ان يعملوا فيلم ان كليوباترا سوداء. انا اولا يعني امبارح جالي الطفل شاب صغير عنده 15 سنه في الثانويه العامه عامل فيلم على حسابه، جاب اتنين مصورتين بيعملوا فيلم هينزل يوم 10 على اليوتيوب ضد فيلم بتاع النتفليكس. وطبعا انا اللي سمعت حضرتك دلوقتي بتقول ان الشركه المتحده هتنتج فيلم، ده حاجه كويسه جدا. بس يا ريت الفيلم يعني يتعامل على مستوى عالي بحيث ان ممكن الفيلم ده لا يعرض في مصر فقط بل يعرض في العالم كله. يعني ده اللي يخليني هسأل السؤال، ومن ضمنه الكلام عن هذا العمل الوثائقي اللي بتعمله المتحدة،
يعني هم بقالهم يا فندم زي ما حضرتك قلت عقود طويله بيقلبوا الارض عشان يقولوا لا ده احنا اللي بنينا الحضاره المصريه واحنا اللي اشتغلنا. احنا بنعمل ايه وبنشتغل ازاي ومفروض نشتغل ازاي؟ لا شوف، انا اولا يعني بسافر العالم كله وانا عندي 23 محاضره في امريكا برد على هذا الكلام في مكانهم، ولدرجه ان انا في فيلادلفيا كنت عامل محاضره وطلعت في التلفزيون وقلت ان لا يوجد للحضاره المصريه اصل سوداء اطلاقا. بصوا للملك وبيضرب الاعداء قدامه، الافريقي والاسيوي والليبي لا شكله غير شكلهم تماما. فوقفوا في شارع وولنت ستريت حوالي 1000 واحد يفض زي حواس كذاب، هم بيحاولوا بالدراع وبالكذب. لكن طبعا انا بقول هذه النوعيه من الافلام كانها مزبله التاريخ. طيب يراعى ايه زي ما انت حضرتك كنت بتشير لفكره انه الوثائقيه، القناه الوثائقيه بتعمل فيلم، يعني يراعى فيه ايه او يبقى متضمن ايه؟ هم دلوقتي لا، هو شوف هو لازم الفيلم يتعمل التقنيه تكون عاليه جدا بحيث ان الفيلم ده يتعمل باللغه الانجليزيه ما يتعملش بالعربي، بحيث ان يتعمل فيه كلام مظبوط جدا، نتكلم عن حياه كليوباترا، نتكلم جت ازاي، نتكلم ان هي ابوها بطلميس ال 12 اخوها بطلميس ال 13. مش ممكن واحده بالشكل اللي طلعوه دي تأسر قلب سيزر ومارك انتوني وخلته وكانت عايزه تحكم العالم كله. فهم بيغيروا الحقيقه، لكن انا بقول لك احنا الفيلم اللي اتعمل لازم يتعمل باللغه الانجليزيه، ولازم نتعاقد مع قنوات تلفزيونيه عالميه زي الديسكفري والناشونال جيوغرافيك عشان نعرضه في القنوات بتاعتنا. يعني انا بشكر حضرتك على مش بس شكرا. الايضاح ولكن على كل هذا الجهد الحقيقه دكتور زي حواس، شكرا لحضرتك. طيب هنا احنا بنمتلك الحقيقه، يعني احنا بنمتلك الحقيقه، لكن ما بيبقاش كافي انه الحق معاك، لازم تعبر عنه وتبقى عارف تحميه وعارف توصل للناس طول الوقت. طول الوقت الناس اللي هي بتستغرب لما نقول والله الناس طمعانه في البلد دي، ده الناس مش طمعانه في حاضر البلد دي بس، الناس طمعانه في تاريخ البلد كمان. يعني مش ان احنا لما بنيجي نقول دول عاوزين يهزوا استقرار البلد وعاوزين يضعفوا ارادتها وعايزين يفرضوا اجنداتهم علينا وعايزين يبقوا مخليننا تابعين ليهم، يعني ناس كتيره جدا حوالينا، لا ده طمعانين في تاريخك. يجي يقول لك احنا اللي عملنا الاهرامات، واحنا فمره يقول لك بتوع غرب افريقيا جم بنوا الاهرامات، ومره يقول لك ناس جم من البحر عدوا البحر الاحمر وبنوا الاهرامات، وناس يقول لك جايين من الشمال وبنوا الاهرامات. استغرب قوي انه اللي جه من غرب افريقيا واللي جه من البحر الاحمر واللي جه من الشمال ما بنوش اهرامات عندهم ليه في بلادهم؟ يعني ليه هم تعبوا وجم قعدوا عندنا عشان يعملوا الاهرامات؟ اذا الانتباه مهم، وده موضوع يتعالج كمان بنقطه تانيه. احنا لازم نبقى مقتنعين ب يعني قيمه بلدنا وقيمه تاريخ بلدنا، وبلاش نبقى حاسين بالقله، بلاش نحس ان احنا قليلين. فلما تبقى مثل هذه الهجمات موجوده ففي ناس ترددها وتسمعها وتشكك حتى في التاريخ. يعني كفايه اللي بيشككوا في الحاضر، بلاش كمان نشكك في التاريخ. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكلم حضراتكم على اللي حاصل في سوق الذهب، ونتكلم شويه كمان على الحوار الوطني بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الذهب واللي حاصل في سوق الذهب، بس قبل ما نتكلم عنه الحقيقه انا يعني توقفت عند كلمه قالوها التجار في خبر يمكن نشرناه في الدستور من كذا يوم. العنوان بيقول ايه يا شباب؟ وروني كده العنوان هنا بعد اذنكم. انه السبب هو اقبال الناس، اقبال كبير على سوق الصاغه والتجار موسم والناس مضطره تشتري. انا توقفت قدام كلمه مضطره دي، الناس مضطره تشتري. احنا مش بنقطع على تجار الذهب ولا حاجه، بس ايه كلمه مضطره؟ على اساس انه ناس بتتجوز فلازم تشتري الشبكه وبتاع. طيب اذا كان الظرف الاقتصادي صعب يعني، طب هل مش مفروض الناس
تفكر بطريقه مختلفه شويه، يعني ما تشتريش فتقول لي ازاي ما الناس ياكلوا وشنا، وازاي ما نشتريش شبكه، وازاي ما نشتريش ذهب. انا عايز اقول انه 95% من الازمه الاقتصاديه اللي مصر عايشاها الناس هم اللي مسؤولين عنها، وكلام اتحاسب عليه قدام ربنا. 95% من المشكله الاقتصاديه الناس هم السبب، اللي هو انت بيقول لك ايه اصل انا مضطر اشتري ذهب، ما هعمل ايه؟ لا تعمل كتير، وانت عندك قايمه ابقى اكتب، ابقى اكتب للعروسه جرامات الذهب عشان تضمن حقها، لكنك تروح تشتري. هذا الاقبال ده اللي هو ايه، انه الطلب اكتر من العرض، ادى الى ارتفاع جنوني. الناس حتى في السوق ده بيقول لك ايه ده، مش فاهمين. طيب النهارده كان في مبادره لتخفيض اسعار المصنعيه على المشغولات الذهبيه للمستهلكين خلال شهر مايو. خلونا نسمع من الاستاذ وصفي واصل، المستشار شعبه الذهب باتحاد الصناعه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، مساء النور. يعني احنا تحركات كتير على هامش سوق الذهب بهدف انه الكلام بيتقال انه انا يبقى العرض مساوي للطلب او الطلب مساوي للعرض فالاسعار تستقر. الاول عايز اسال حضرتك سؤال، هل ممكن الفتره اللي جايه دي يتراجع اسعار الذهب ولا مفيش امل في ده؟ لا والله الامل ضعيف، لان ما زالت الحرب الامل ضعيف مستمره والاسباب والاحوال الاقتصاديه، مش هنقول في مصر بس، في كل دول العالم مستمره. وسعادتك بتقول ان موضوع الشبكه وموضوع العريس والعروسه وبتاع، احنا وصل بينا الامر ان طقم الشبكه اللي كان بيطلع في المتوسط وزنه 70 جرام اربع حتت بيتعمل دلوقتي 13 جرام عشان نخفف عن الناس، وفي نفس الوقت يكون في متناول شرائهم ليه. ده بند يعني من 70 جرام ل 13؟ ل 13 طبيعي. ما جاتش فجائي، دي جات جرادولي، ابتدينا نخفف في الشغل ويتعمل شغل هولو يعني منفوخ، ويتعمل حاجات مجسمه بسيطه عشان نوصل لوزن خفيف يكون في متناول اللي بيشتري. حضرتك بتقول السبب الاخر، هو السبب الاخر ان احنا حاليا بقالنا اكتر من سنتين ونص مفيش استيراد لخامه الذهب. طبيعي شيء مفيش استيراد وفي طلب، وزاد الطلب الفتره الاخيره بعد ما ارتفع سعر الدولار، والناس ابتدت تسمع ان معدل التضخم بيوصل ل 30% والبنوك ما بتديش 30 بتدي 20 و18. الكلام ده كله خلى الناس تقول ان الملاذ الامن في الزيادات في ان انا اشتري ذهب، اشتري بفلوسي ده، بتشتري ذهب. وبعدين لما احنا نشوف كده على مدار السنوات الماضيه دي كلها، الذهب كل سنة بيتزايد بما يعادل 25 و30 و26% سنويا. مفيش وعاء ادخاري بيدي القيمة دي، صحيح. لا، وبعدين من بداية مثلا 2020 إلى يومنا هذا الذهب تضاعف 3 مرات كسعر. فين الوعاء الادخاري اللي يديك الفلوس 3 أضعاف خلال سنتين ونص او حاجه زي كده؟ طب المبادره اللي طالعه من الاتحاد العام للغرف التجاريه اللي هو الشعبه العامه للمصوغات والمشغولات الذهبيه في مساله تخفيض اسعار المصنعيه، وانه يسمحوا بدخول الذهب مع المصريين اللي جايين مع رفع الجمارك عليه، يعني المبادره دي المستهلك يا فندم يستفيد منها ايه؟ يعني المواطن يستفيد منها؟ انا ليا تحفظ على المبادره دي نفس النقطتين. النقطة الأولى لما حضرتك تقول للمغترب ولا للي بيشتغل بره جيب 150 جرام ذهب أو جيب أقل أو جيب أكتر، طب ما هم أساسهم عملة صعبة كان هيجي جايبها بيها، صح؟ فدلوقتي أصبح إن هو مش هنلاقي فيه، هنلاقي أزمة أكتر في الدولار أو في العملة الصعبة وعشان نضمد جرح الذهب. تمام. طب ده فيما يتعلق نرجع مرجعنا موضوع تاني، تخفيض الأسعار المشغولات
اولا الورش قافله والناس ما بتشتغلش حاجه خالص، لان طبيعي غلو الذهب بيخلي عدد الجرامات المنتجه قليل جدا. زائد ان احنا في ارتفاع سعر الذهب بيرتفع قيمه الفاقد خلال مراحل التصنيع. فهيخفض ايه؟ ده هو لو لقى عيش في المهنه ما كانش نص اللي بيشتغلوا في المهنه دلوقتي كصناع تركوا الصنعه وراحوا يشتغلوا في حاجات تاني. يعني نص اللي كانوا بيشتغلوا في المشغولات الذهبيه سابوا الشغلانه؟ ايوه يا بيه، احنا بنشوف او بيصادفنا ناس اللي بيشتغل فرد امن في شركه في فتره مسائيه، واللي بيبيع كروت شحن تليفون. يعني حضرتك شايف الحاجتين دول ما هماش حل، مش هيأدوا الى حل، لا بل بالعكس يعني هيعملوا مشاكل اكتر. مش حلول. تمام. الحل احنا متاخرين فيه بقالنا 5 6 10 سنين. اللي هو ايه يا فندم بايجاز؟ الحل المناجم موجوده، احنا بندوس على ارض كلها ذهب، البحر الاحمر وجنوب اسوان والمناطق دي كلها. كنا واضعين شروط لاستغلال المناجم تخلي اي مستثمر ياخد بعضه ويهرب. يعني حضرتك شايف انه احنا نفتح هذه المساحه انه عندنا المناجم فيبقى في يعني تخفيف من الشروط فالناس تنقب عن الدهب. بالظبط. بشكرك جدا. لعلمك حضرتك في فئه من الفئات البدو اللي راكبين الارض الصحراويه دي اللي هي في المناطق اللي قلت لحضرتك عليها، بينقبوا حاجه اسمها تنقيب عشوائي. وبيقدروا يلاقوا ذهب. ده ليه يعني ضرر ناحيتين. الناحية الأولى التنقيب العشوائي بينفع الدلائل على إن المنطقة دي منطقة واعدة وفيها ولا ما فيهاش دهب. نمرة 2، الكلام ده ما هياش ملك للأفراد، ده ملك للدولة. المفروض صحيح. الحصيلة دي تخش للدولة. صحيح. لما توحشوا وبقوا يقول لك الأرض دي ملك أجدادنا وملك أبونا وسايبينها لنا، باللي فوق سطح الأرض وباللي تحته. باللي تحته، صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ وصفي واصل، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات. الموضوع كبير، يبدو إنه المبادرة دي مش هتجيب نتيجة، وفي حل لكن معرفش ليه إحنا عطلانين عنه. طيب خلونا نطلع لفاصل، بعد الفاصل في مناقشة مهمة جدا على قانون الوصاية المالية على الأبناء، بعد ما أثاره مسلسل تحت الوصاية من جدل خلال شهر رمضان، مع تعديل قانون الوصاية ولا مع الإبقاء عليه؟ ده نقاشنا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. من حسنات الدراما هذا العام الحقيقة أنه في عدد من المسلسلات اللي عرضت في شهر رمضان بتتماس مع الواقع بشكل كبير جدا، بتناقش قضايا حقيقية على الأرض. يمكن من أهم هذه المسلسلات، ناس كتيرة شافت مسلسل تحت الوصاية اللي كتبوه خالد وشيرين دياب وأخرجه محمد شاكر خضير، وقامت بالبطولة في النجمة منى زكي مع مجموعة من الفنانين الحقيقة اللي كانوا موفقين جدا في أدوارهم. المسلسل خلى الناس كلها تتكلم على قانون الوصاية، وانه الوصاية اللي هي بتبقى بعد وفاة الاب بتبقى للجد، او اذا كان الاب اوصى بحد تاني، فازاي انه الولاد بتبهدلوا وما بياخدوش حقهم وانه بيتعرضوا لمشاكل كتير جدا. فالناس قالت لا بد من تغيير هذا القانون بحيث ان الوصاية تروح للام. هذا الموضوع الحقيقة لانه الاداء كان عالي جدا في المسلسل، فالناس كتير جدا متعاطفة دون معرفة ما يحدث على الارض، يعني دون معرفة فين القانون وبيعمل ايه وبيأدي ايه وايه المواد بتاعته. هل فعلا هو محتاج لتغيير لما شفنا هذه الحالة، ولا في حالات تانية الوصاية فيها ماشية طبيعي والناس كويسين جدا ومش محتاجة القانون الوصاية يتغير؟ خلينا نناقش هذا الموضوع من خلال سيادة النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بحضرتك يا فندم. وحضرتك مقدمة تعديل على قانون ولاية المال. ولاية المال. ولاية المال. ما هي الأزمة كانت في ولاية المال إلى حد كبير.
وايضا ضيفي الدكتور اشرف تمام الرئيس الاسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا من سياده النائبه انه حضرتك بادرتي بالفعل، يعني لسه مش بنتناقش، انت بادرتي بتقديم تعديل على قانون الولايه على المال. ليه يا فندم؟ اولا القانون كان من سنه 52. في العقوبات تجريمية على المبدل المال كانت عقوبات ضعيفة جدا. فطبعا أنا عدلتها لمراعاة القاصر ده، للحفاظ على القاصر. كان في بعض الإجراءات طبعا المحكمة كانت بتسمح لنا إن احنا مثلا هو الحساب بتاع القاصر عشان نوضح بيتحط في حساب تحت ولاية النيابة الحاسبية 7%. الفلوس اللي السايلة بيسيبها له بالظبط، فبيبقى الجد هو الوصي. فالفلوس دي بتتحط في حساب 7%. فايدة 7%. فقط. وكنا عشان مثلا يعني ما ينفعش تعمل بيها شهادات، عشان بقى تطلب شهاده بتاخد اجراءات وقت. فاحنا كنا يعني من تسهيل الاجراءات فده جزء من اهدار الفلوس دي بالظبط. فانا في التعديل قلت ان يعني امر استصدار الشهاده ما يحتاجش القاضي، يبقى من البنك على طول، من الواصل للبنك يروح بالقرار الوصايا للبنك ويعمل الشهاده دي. في حاله ان هو طلب الفايده او جزء من الفايده نرجع للقاضي عشان يساله انت طالب ليه بالظبط، لان هي الفلسفه من التعديلات اللي انا عملتها حمايه مال القاصر، لان انا ما عنديش استثمار على مال القاصر. في حين ان احنا يعني بفكر دلوقتي ان احنا نقدم، ليه ما نعملش هيئه استثماريه تبع للحكومه تاخد جزء من اموال القاصر، وده حصل في بعض القوانين. يعني تعدل في دول عربيه بره، في دول اخرى تاخد اموال بتاخد جزء يتم مش كلها بتستثمرها بعائد عالي، وبتاخد هي نسبه بسيطه من الربح عشان طبعا الهيئه دي تشتغل. طب ده اول تعديل في القانون. لكن حضرتك يعني التعديل نفسه، لانه دلوقتي كل الجدل حوالين ايه؟ انه الولايه ما تبقاش للجد، تبقى للام على طول. لا انا عدلت الولايه للواصي، الواصي اللي بيتراءى ليه القاضي الحاسبي. على حسب يعني بقى رؤيته. يعني التعديل بتاع حضرتك ما قربش من مساله للواصي للواصي. طيب الواصي اللي يتراءى للقاضي، بحيث مثلا افرض تراءى للقاضي مثلا جد كبير في السن مش هيقدر، فهيديها للام. تمام. طب الام مثلا عندها مشاكل صحيه او كده، فهيديها للعم، على حسب ما يتراءى للقاضي. الكل يخش، وفي ضوابط اصلا الواصي، يعني هي اصلا مخطوطه في القانون. دي ما عندناش فيها حاجه. في تعديلات ثانيه غير مساله الاستثمار اموال القصر؟ الواصي كان بيتم محاسبته من اول 500 جنيه تقدم اوراق ثبوتيه انت ليه صرفت ال 500 جنيه دول. فطبعا احنا بنقول ايه؟ احنا بنعالج حاجات قديمه. كان ال 500 جنيه ده مبلغ، دلوقتي مثلا احنا خليناها من اول 5000 جنيه. مبلغ، انا دفعت مبلغ، خدت مبلغ من مال القاصر، فاقدم انا خدت ده ليه؟ عجلنا في اجراءات ان احنا يعني بنطالب دلوقتي بان يتعمل موقع الكتروني على وزاره العدل يتقدم فيه الطلبات ويبلبت فيها من خلاله بدل ما اروح. احنا بنتكلم في رقمنه بالظبط، في الرقمنه اللي احنا موجودين فيها عموما دلوقتي. في برضو تعديل تاني في التحرك في مال القاصر، كان من اول 300 جنيه بيبدا يحاسبك، ما تتحركش في الاموال بيع وشراء من اول 300 جنيه. فاحنا قلنا لا، من اول 3000 جنيه. الارقام دي من سنه 52 كانت حاجه كبيره بالزبط. جدا بالظبط. يعني فانا بنعدل تواكبا مع العصر، وفي نفس الوقت اليات الحفاظ على المال ده ان ما يتمش تبديده او استعماله بشكل سيء غلظنا العقوبات. طيب يعني اذا التعديل اللي حضرتك متقدمه بيه هو اقرب الى التعديل الاجرائي او تحديث القانون، او تحديث إذا جاز القانون بالظبط كده. طيب تعالى بقى للقضية الأساسية، لأنه يعني ست نائبة دخلت لتحديث القانون، لكن في اتجاه الآن في المجتمع، وبعد كده طلع المؤلف وطلعت نجمة المسلسل قالت أنا يا ريت الناس تقف عشان نغير قانون الوصاية، إنه الوصاية ما تبقاش للجد، تبقى للأم على طول. الطرح ده حضرتك شايفه إزاي؟ طبعا بالنسبة لي الطرح ده مرفوض. أولا لو احنا جينا بصينا على أي مذهب من المذاهب كان اللي بيحطه دايما الاول. دكتور انا قدمت حضرتك بالوظيفه السابقه، لكن ممكن حد يسال لك هو ليه الدكتور بيتكلم في الموضوع ده؟ فيا ريت. يعني انا مهتم بشؤون الاسره. يعني انا مهتم بشؤون الاسره من لي حوالي 7-8 سنين، يمكن بطلع في كل البرامج اتكلم عن قوانين الاحوال الشخصيه والكلام دوت. ولكن خلينا نقول ان يعني اي حد من المذاهب كان بيحط مبدا او بيحط مجموعه من المبادئ كان بيحطها عشان يحافظ على الطفل ده بعد انتهاء الحياه الزوجيه، انه يفضل على علاقه سويه بين الام واهلها والاب واهله. تمام.
النهارده كان كل المذاهب اللي موجوده كنت بتلاقي او الجمهور العلماء كنت بتلاقي ان الحضانه بعد الطلاق، يعني الجواز ده بينتهي بحاجتين، لا اما بالطلاق لا اما بوفاه احد الطرفين. في حاله الطلاق الام بتاخد الحضانه والاب المفروض ليه الولايه بشقيها، سواء الولايه عن النفس او الولايه عن المال. وبالتالي كان في نوع من انواع التوازن في العلاقه بين الاب والام بعد الطلاق. تمام. في حاله الوفاه، في حاله الوفاه كانت الام مع الحضانه زي ما هي، وحد من طرف الاب بيلوب عنه فيما يختص بالشؤون الماليه اللي هو الجد. ليه؟ لان حديث الرسول واضح، انت وملك لابيك. فطبيعي انت تلعب كلك على بعضك للوالدك. فطبيعي لما انت لما الشخص يموت اللي يتولى الدور اللي كان بيقوم بيه هو الجد اللي هو ابو الاب. للاسف بدايه من عام 2000 ابتدى تحصل كده حاجات في التشريع غريبه. يمكن حضرتك في جريده الدستور مره اتنشر مقاله عن الخلعه، وكنت حضرتك ناشرين المضبطه بتاعت مجلس النواب والمهزله اللي حصلت ورفض المفتي ليه. يعني اللي عايز ممكن يرجع لجريده الدستور المقال دوت. 2005 تم رفع سن الحضانه، بقى بدل ما كان 7 كان 7 و9 لحد 85، وبعد كده اترفع ل 10 و12، وبعد كده جه في 2005 بقى 15 والطفل يخير، وبالتالي بقت الحضانه ابديه للام. جه في 2008 كمان سحب الولايه التعليميه من الاب، فبقت الولايه التعليميه مع الام، فبقى في النهارده اباء مش عارفين ولادهم في انهي مدرسه. يروح يسال على ابنه في المدرسه يفاجئ ان هو اتحول وهو ما يعرفش عنه حاجه. ابنه يخش المستشفى بين الحياه والموت ما يعرفش غير لا اما الطفل يموت يقول له تعالى ادفنه، لا اما يترفع عليه مصاريف علاج فيعرف هو كان في مستشفى ايه. النهارده بيتلعب على دور الجد. خلاص كمان بعد حضرتك قلت بشكل قاطع وبقول لك انه اتغير الولايه تبقى الام على طول، قلت لي لا. تاسيسا على ايه؟ تاسيسا على ايه؟ يعني انت مستني ليه رافض الحكايه؟ ما هو يعني رافض الطرح ده عشان تفضل الطفل ليه علاقه بين شقين الاسرتين. الام معاها الحضانه وعيله الاب معاها الولايه بشقيها، سواء الولايه الماليه او الولايه عن النفس، وبالتالي الطفل ما يتقطعش من عيله من العيلتين. انما انا النهارده هدي الام الحضانه وادي الام الولايه، وعيله الاب دي دورها ايه في الموضوع؟ وبعدين الولايه نفسها ما هياش حاجه يعني فخر، يعني ما هياش تكريم، ماشي؟ ده حاجه يعني مسؤوليه، تكليف. مسؤوليه تكليف، يعني انت النهارده قايمه بالحضانه. كمان هتقومي بدور الولايه الماليه؟ لا، تفرغي انت للحضانه وهنجيب حد من عيله الاب بيقوم بالدور اللي كان الاب بيعمله. وده منطقي. طيب لو رحت للست نائبه في ان حضرتك بتسعي لتحديث القانون، لكن في قضيه مطروحه في المجتمع الان ومعقوده بالمشرع، يعني الناس بتتكلم دلوقتي للنواب يا جماعه عيدوا نظر في المساله، وانه الوصايه او الولايه تبقى للام على طول. رايك في القضيه دي ايه؟ هي حكايه الجدل اللي حاصل هو قسم القضيه لرجل وامراه. ايهما احق؟ هي مش رجل وامراه، هي اساسا الاسره ايه؟ موده ورحمه. اساس اصلا تكوين البيت المفروض قايم على الموده والرحمه. والاطفال اللي بتنشا دي يعني اخذها للصراعات اللي زي دي هيطلع عندي انسان غير سوي. فطبعا مجمع بحوث العلماء هو احق بانه يشرع مين اللي ليه الاحقيه في ده، لانه بيشرع في اطار قران وسنه وتفسير وائمه، يعني بتبقى مجمع بحوث علماء ما حدش فينا يقدر يتكلم في نقطه. ايوه الشرع. بس الواقع يا فندم احيانا قضايا بتفرض نفسها، يعني مع احترامنا طبعا للعلماء والمجمع البحوث وكل حاجه، لكن الواقع احيانا بيبقى فيه مشاكل اكتر تعقيدا، فلازم نبص للواقع. لازم ابص للقوانين لان في قوانين قديمه تمام، لكن في ثوابت شرعيه ما ينفعش ان احنا نتدخل فيها، لان في مؤسسه ازهريه هي المسؤوله عنها. تمام. يعني الثابت الشرعي حضرتك تقصدي ان الولايه للجد مش يتكلم فيها بقى. لا ده في حالة هقول لحضرتك ليه، لان في حالات مثلا الجد بيبقى غير قادر فالقاضي بينقل الولايه للام. وهو الجد عايش. ففي بعض الحالات الاستثنائيه فما ينفعش ان انا احط حاجه قطعيه، لان هو برضه نفس القانون على فكره هو اللي بينظم ده. هو اللي بيقول كده ما نحطش حاجه قطعيه في امور ممكن كل حاله بحالتها. بالظبط عشان كده هو ثابت ترتيبات موجوده. ليه؟ عشان في حاله لو الجد عايش بس غير قادر صحيا مثلا على ان هو يتحرك او يروح او فيديها للام، فبيروح جاي رافعها تلقائي للقاضي للام. بناء على برضه حاجه احنا في الاول وفي الاخر اوراق ثبوت والقاضي هو اللي بيفصل في النص. ما بتبقاش قطعيه. طب دكتور اشرف، حضرتك شايف احيانا ان احنا من ان لاخر بتحس انه في نخوره كده في مساله الاحوال الشخصيه في اتجاه واحد فقط؟
تجاه المرأة. اه ماشي يعني ما. يعني على فكرة عايز. على فكرة بس عايز اقول لك هو مفيش مانع لو حاجة صريح للمرأة يعني لا يعني حاجة كويسة على فكرة خلي بال حضرتك لكن لا انا مش قصدي مسألة في اتجاه المرأة، اقصد انه كل شوية بيجي بيبقى في اتجاه كده ونقاش في مسألة مستقرة. يعني انا مثلا في مسألة الوصاية تحديدا في بعض في حالات كتيرة جدا الوصاية مع الجد كانت عظيمة والام يعني ما عندهاش مشكلة، وفي حالات كانت فيها مشاكل. لان انا دايما بقول يا جماعة انه المشكلة مش في القوانين، المشكلة في الناس. يعني انه لما يبقى جد مثلا طلع مش كويس فمش معنى كده ان القانون مش كويس، لا الجد هو اللي مش كويس. لا هي في موضة دلوقتي حضرتك اللي هي ايه، ازاي اشيطن الاب وقالت الاب. يعني لو جيت بصيت مثلا على الموديل اللي كان في المسلسل مطلعين الاب وعيله الاب دول شياطين. يعني عيله الاب دول جد بياخد ابنه مطلعه من المدرسه، ابنه مطلعه من المدرسه يشغله معاه في الورشه، مش عايز يديله درس، رغم ان الام نفسها لو احنا بقى بنتكلم ان مجلس النواب اتحرك خلاص عشان المسلسل دوت، انا شايف ان المفروض مجلس النواب كان عمل تعديل يحط الامهات اللي بالشكل ده تحت الوصايه. دي ام بالظبط، دي ام سرقت ميراث مش بتاعها. يعني الجزء الميراث ده الوالد ليه السدس والجده ليها السدس. أيوه. فسرقت ثلث المركب اللي هو اصلا مش ملكها. أوه. بعد كده راحت زورت وقعدت تدفع هنا 20,000 وتدفع هنا 70,000 عشان تزور بطاقه، وجايبه واحد حرامي مع واحد برشمجي مع واحد متحرش مشغلاهم على المركب معاها، كل اللي احتكوا بيها راحوا في مصايب. فلا شايف ان دي ام اصلا لا تقوى للحضانه. ممكن يقول لك في الدراما انه ما هو لو الامور عندها كانت مستقره ما كانتش دفعت لده. سؤال. يعني لو هم عيله الاب بيعاملوا الولد كويس والبنت كويسه ما كانتش يبقى النهارده حضرتك زورت وما كانتش حلو. يبقى يعني النهارده حضرتك بتدفع كل واحد ليه اعتراض على قانون البلد انه يعمل قانون خاص بيه. يعني انا النهارده الاب بيشوف ابنه 3 ساعات في مركز شباب، اي اب بقى معترض على الكلام ده يروح يخطف ابنه؟ عشان هو البلد ظلماه وان القانون ظلمه وان بيشوف ابنه 3 ساعات فروح يخطف ابنه. فكده بنحلل الحاجات اللي ضد القانون. هي مش كل واحد مش عاجبه حاجه في قانون البلد او فيها مشاكل يعلي صوته وينادي بيها انها تتغير، انها مش يعمل القانون الخاص بيه. ما كانت النتيجه ايه؟ المركب كله ضاع واتحرق. دي كانت نتيجه. هل النموذج ده يا فندم كان عرضه كان موفق؟ يعني حضرتك مهتمه بمسائل الاحوال الشخصيه والحالات. انا بالنسبه لي كلنا يعني خاطئون لا استثني احد. احمد زكي حقيقي لا ده حقيقي، لان كلنا نفس بشريه. ممكن ام تطمع، مش هقول لك يعني خلينا نقول كلنا معرضين ان احنا نغلط. يعني كلنا مش معصومين بالظبط. فكره التعديلات اللي بتحصل، لو التعديلات دي بتحصل وهنشتغلها بجد، فيبقى في المنظور الاول والاخير الطفل. النفس البشريه التي ليس لها حول ولا قوه. اللي هو اضعف طرف في المعادله. هو الطفل. ما دمرهوش، ما لعبش بيها. القانون لو هيتعدل، لان انا ما جيتش ناحيه قانون الاحوال الشخصيه بس عشان اوضح الامر. ما هو احنا هنيجي لحكايه لو يعني لان هي برضو الحكايه مفككه. هو المفروض اصلا يتعمل قانون منظم للحياه الاسريه من اول الزواج وشروطه واهليته. ما هو ده اللي بيتم الوقت في قانون الاحوال الشخصيه، اللي بينظر كل ما يتعلق بالاسره اتحط فيه ينضم تحت هذا القانون. لان قانون ولايه المال منفصل، ده قانون لوحده. لا المفروض بقى احط كله في قانون واحد. ينظم الحياه الاسريه ديت، يقول في حاله الطلاق اعمل ايه، في حاله الخلع بما لا يضر الطفل، لانه بيبقى الضحيه في الاخر. الراشدين مش هيتاثروا نفسيا زي الطفل اللي شايف الاب بيقول كلام وحش على الام عشان يكرهها فيها، الام بتقول كلام وحش، لا ده جدك ده وحش، لا ده خالك ده وحش. ما هو هيطلع في الاخر انسان غير سوي. غير سوي. طب الانسان الغير سوي ده هيبقى ايه؟ ما هو مواطن مصري. لما يكبر غير سوي ما استناش منه بقى ان هو هيبقى فيه افعال، مش هيطلع احمد زويل تاني. خلاص انا دمرته من وهو طفل. فالتعديل لازم يحط في المنظور الاول والاخير الولاية عن النفس والمال فيما يصلح لحال الطفل. فيما يصلح لحال الطفل. لأن الطفل هو الأساس. سواء الأب أو الأب بالظبط. يعني مفيش آباء ما بتخطئش، مفيش أمهات ما بتخطئش، مفيش أجداد ما بتخطئش. على فكرة محاكم الأسرة فيها نماذج سيئة جدا زي ما معلمنا قال، وفيها نماذج رائعة جدا. بالظبط. عندي جد بينمي المال. مفيش نموذج واحد يعني. مفيش. طب ده يخليني أروح للدكتور أشرف، إنه المخاوف ايه؟ يعني فرضا دلوقتي انه قلنا عملنا حوار مجتمعي وحضرتك دعيت ليه،
واحنا بصدد تغيير هذه المادة انه الولايه تبقى للام على طول. ايه اللي يخوفك من ده؟ ليه؟ يعني دايما لما بعمل تغيير بعمله نتيجه حاجه حصلت. ايه اللي هو التغيير؟ ان الجد ابو الاب على طول اشرار؟ ما هو الجد يعني كويس. خلينا اقصد حصل توافق مثلا وتم تقديم هذه الماده. انا بسال على ايه اللي يقلقك او ايه اللي يخوفك؟ يعني ايه اللي يقلقك انه الولايه تبقى مع الام؟ السلطه في ايد حد واحد مفسده مطلقه. ما ينفعش ادي الام النهارده الحضانه واديها الولايه على النفس واديها الولايه على المال واديها كل حاجه والاب يبقى ملوش اي حاجه، ملوش اي حقوق في عيله الاب. الاب بعيلته حتى الاب هو عايش في الطلاق ملوش اي حاجه. فالنهارده ما ينفعش النهارده تحط كل السلطات في ايد حد والطرف الثاني قاعد بيتفرج، كان الاب اتحول في قانون الاحوال الشخصيه لآله تلقيح وآله اي تي ام. ده دور الاب في قانون الاحوال الشخصيه. وبعدين بنفس المنطق اللي الناس بتتكلم بيه اللي بيطلعوا يقولوا ادرى حد بشؤون الطفل الاب والام، يبقى المفروض الولايه بعد ما الاب يتوفى تروح لمين؟ للام. طب من نفس المنطق ما بتشوفوش للحضانه بعد ما تسقط عن الام ليه بتسيبينها وتروح لام الام؟ ما في القانون الحالي الحضانه لما بتسقط عن الام بتروح لام الام والاب قاعد بيتفرج. طب خلاص ما تنادوا بقى كمان ان الحضانه لما تسقط عن الام لاي سبب من الاسباب سواء بزواجها او سواء بوفاتها او سواء لاي سبب تاني تروح للاب. مش انتوا بتقولوا انه ادرى بالمثل يعني بالظبط؟ مش انتوا بتقولوا ادرى اتنين بحال الاطفال الاب والام ولا في الحاجات بتاعت الستات بتنحازوا وتطلعوا 100 مبرر وفي حاله الاب ما حدش بيتكلم عنه. يعني احنا محتاجين، يعني يمكن قلتها قبل كده كتير وبقولها تاني، احنا محتاجين يبقى عندنا مجلس قومي للاسره. مجلس قومي للاسره، يا اما هنحتفظ بالمجلس القومي للمراه يبقى في قدامه مجلس قومي للرجل. مشكله النهارده ما حدش بيوصل صوت الرجاله. يعني انت شايف انه في مجلس قومي للمراه ان دي عنصريه ضد الرجل؟ طبعا. المفروض الدستور في مساواه. فانت هيبقى في مجلس قومي، انت عاوز مجلس قومي للاسره بالظبط مش للمراه بالظبط، يبقى تحتيه بقى. انت خلي بالك برضو في عقود طويله المراه تعرضت يعني برضو، ما هو الحل ظلم، فطبيعي ان يبقى في مجلس قومي. لا الحل ان انا اوازن، مش الحل ان انا اقلب الكفه. يعني انت دي مطالبه، واعتقد انها مطالبه ناس كتير جدا كتير انك كتير تعمل يبقى عندي حتى في قضاه طلعوا اتكلموا في الموضوع، مجلس قومي للاسره. مجلس قومي للاسره تحتي بقى، بدل ما انا عندي مجلس قومي للمراه ومجلس قومي للامومه والطفوله، ما كل دول يتحطوا تحت الاسره. مجلس قومي للاسره بالظبط. كل ده يبقى مجلس قومي للرجاله موجودين والستات ممثل موجودين لجميع اطياف الشعب. انما النهارده حضرتك يا ست نائبه، انا كنت حتى لسه بتكلم مع علي اللواء، احنا كنت بناشد بعمل هيئه تبقى مختصه بامور الاسره من اول زي ما قلنا الزواج، لان دلوقتي في برامج بتقدمها وزاره التضامن لحديث الزواج والمقبلين والبتاع على الزواج وكده، فلازم الموضوع ده مش هيتعالج من اخره. انا ما بجيش ماسكه في اخر الحكايه بعد انتهاء المشكله، بعد الطلاق، بعد الوفاه. انا لازم امسك الموضوع من الاول عشان حتى اقلل حالات الطلاق. لا احنا بنتكلم في الطرح اللي يعني بيطرحه الطلاق ده ابغض الحالات. ما هي الهيئه دي بقى هتبقى مسؤوله عن كل حاجه من الاول. يعني انت مع انه يبقى في المجلس القومي للمراه عادي؟ ايه لا انا بتكلم في الطرح، انه المجلس قومي للاسره مش يبقى عندنا مجلس قومي للمراه بس. هي الاسره يعني بقوله المجلس قومي للمراه ومجلس قومي للامومه والطفوله ينضم يندمجوا. ما هي زي ما انت عارف بتسميها هيئه، ما هي يبقى ده كله تحت الامبريالا بتاعت المجلس القومي للاسره. لو وحدنا القانون هنعمل هيئه موحده لده كله. هي الفكره في كده، اوحد. ما هو انا ما بجزئهم ليه؟ بجزئهم ليه؟ هم بيت واحد، هو كيان واحد، لازم اخده من اوله. لازم اخده ازاي الاب والام دول يعني مؤهلين نفسيا لعمل الاسره دي ولا ولا مش مؤهلين، ولو مش مؤهلين ناهلهم ازاي وبالظبط، وازاي اهلهم لده، وازاي اعرفهم ان الحياه عمرها ما بتمشي وردي. طبيعي ان اي بيت في الدنيا فيه معوقات، وازاي اتغلب على المعوقات دي، وازاي لما تجيلي مشكله طلاق اقعد الطرفين واتكلم واناقش. ما بيبقاش اسهل حاجه على فكره، ابغض حلال اللي ابغض يعني اصعب حاجه. انت عارفه ثقافه المصري لما تقولي له ابغض الحلال يقول لك بس حلال. تمام انا حلال بس يعني بس حلال. الهيئه دي تبقى منوطه بان انا اقعد اتكلم اعمل يعني. يا جماعه احنا اصولنا اصلا زمان كان الطلاق ده لا، تعالى بيت العمده وهات كبير العيله هنا وكبير العيله هنا ونتكلم، وليه ويا بنتي استحملي شويه عشان ولادك وشوف الدنيا هتمشي ازاي، وانت يا ابني برضه اعمل كذا بالظبط. اوازن الامور في البيت. يعني فكره ان يعني اللي ابوه او امه توفوا ده امر الله،
طب احنا لو جينا عشان برضو نبقى بنبلور حاجة محددة طبعا. يعني الاول انه التعديلات اللي حضرتك قدمتيها هي تعديلات لتحديث القانون، حتى الان لا يوجد طلب بتعديل مسألة الولاية. تمام. ده كلام كده دقيق. ما فيش حد قدم في لمجلس نواب عشان تغير الولاية من الجد للأم مباشرة. احنا بنتكلم على الولاية تحديث القانون اللي هو بقاله 75 سنة. دي حاجة. الحاجة التانية عندنا رأي يعني او قطاع كبير جدا انه رافض الاقتراب من هذا الامر، حتى لو يعني الدراما عرضت بهذا الشكل. بس خلينا ناخد الدراما عرضت مسلسل جعفر العمدة، وكان فيه المهزلة بتاعت الخلع. مجلس ان هو ما اتحركش ليه عشان يصلح العوار التشريعي اللي الخلع اللي هي خلعته هو ما يعرفش بالظبط. تخيل حضرتك دلال دي ممكن تبقى وصية على الاطفال. يعني تخيل. ايوه لا قولي تخيل شويه. لا استنى يعني ركز على دي شويه. لا جريمه اخلاقيه. اي لا هينتزع منها الحضاره لجريمه اخلاقيه. ايه الجريمه الاخلاقيه يعني؟ لا هو هي هنا مفيش تبين. لا ده يحرك التعديل. ايه اللي انت عايزه؟ التعديل انا عايز قانون متوازن. انا مش يعني انا يعني انت فعلا لفت انتباهي ان الواقعه بتاعت ان هي خلعت جوزها من غير ما يعرف وقعد سبع شهور معاه، ده يخلي انه الناس تعيد النظر في القانون الخلع. بالظبط. ازاي بقى؟ عاوز ايه؟ المفروض قانون الخلع اولا لازم الزوج يعني مش عاوز ايه؟ بتقترح ايه؟ انا بقول لحضرتك اولا الخلع الزوج شرعا الزوج لا يجبر على الخلع. ده رأي لا يجبر. لا يجبر. ده راي المفتي فضيله الدكتور ناصر فريد واصل، وليه حلقه كامله مع الاعلامي وائل ابراش الله يرحمه. ماشي. تقدر حضرتك ترجع لها على اليوتيوب. هو ساعتها رفض القانون، كتير شيوخ رفضوه، هو واستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعه الازهر، والاستاذ الدكتور عمرو خضير عضو هيئه كبار العلماء، وعملوا كتاب طننوا فيه الكلام ده كله. قالوا يا جماعه احنا رفضنا الخلع عشان دي الاسباب، عشان قدام ربنا. يعني انت عايز تلغي قانون الخلع اصلا؟ مش الخلع، هو زمان زي ما كان بيحصل الطلاق على الابراء. النهارده بنقعد مع بعض، طب يا بنتي انت مش عايزه تعيشي، طب خلاص انا صرفت في الجوازه دي 200,000 جنيه، هاتيهم وخلاص. مش ترجعي جنيه وتروحي تخلعيه غيابي. يعني احنا النهارده بنتكلم على الطلاق الشفوي، وبنتكلم ان احنا نقنن الطلاق، ونتكلم ان الطلاق يبقى قدام القاضي من جهه الراجل، وسايبين الست تروح تخلع الراجل من غير ما يعرف. يعني الست بتطلق الراجل دلوقتي غيابي. خلاص بالشكل ده. يعني هي كده. يعني احنا بندور ان الراجل ما يطلقش غيابي. طب في وجهه نظرك ليه الناس التفتت لموضوع الوصايه وما التفتتش للنقطه بتاعه؟ هرجع تاني اقول لحضرتك، عشان الكيانات النسويه او بعض الكيانات النسويه الموجوده في المجتمع اللي بتبوش في الاتجاه ده. هو حضرتك متخيل ان قانون الوصايه ده الاصوات اللي طلع عشان تغيره طلع بسبب المسلسل؟ الكلام ده بيترسم له من 3 4 سنين. ممكن سياده النائبه عارفه الكلام دوت. الكلام ده بيترسم له من 3 4 سنين. لا جاوبي. لا عشان هو ما ينفعش يقول لك سياده النائبه عارفه الكلام ده ونبقى ساكتين. كنا بنتكلم مع بعض قبل الحلقه. لو عارفه اكدي اهو انفي. يعني هو الموضوع مصار بقاله مده. بالظبط. مش مساله ان مسلسل جاء اثاره. لا هي مسلسل زي حضرتك مسلسل فاتن امل حرب، مسلسل الحضانه لا تسقط عن الام بجوازها. مصار قبليها بزمان، بس جو مسلسل فاتن امل حرب يأكد الايه؟ الفكره ان مفيش نص في القانون. مره يزعل منك قوي. اللي يزعل يزعل. انا بقول لا 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 ما اقصدش اللي يزعل يزعل. انا اقصد بص حضرتك انا بقول كلمه ما بتغيش بها غير وجه ربنا. خلاص. ومصلحه البلد دي. اللي بيحصل في الاسره المصريه في الفتره الاخيره ابتداء من سنه 85 ما يرضيش حد. لما نوصل في البلد اللي كان بيتضرب بيها المثل في الاستقرار الاسري ان عندنا اكثر من 254,000 حاله طلاق في السنه. كتير كتير جدا. كتير. طيب خلينا نختم بشكل مقنن. الوضع على الارض في ناس بتشتكي انه في حالات صعبه جدا في مساله ولايه الجد، وفي ناس بتشتكي برضو لما بيبقى مع الام. لو هنواجه، ما بحبش اقول نصايح يعني، ولكن رؤيه لاصلاح الواقع على الارض، المشاكل دي اللي موجوده في محاكم الاسره والى اخره. يعني حضرتك تقولي ايه للاسر؟ مش بقول كنصيحة، ولكن رؤية أو وجهة نظر. احنا كنا لسه بنقول حاجة حلوة قوي. احنا لو كنا بنتعامل مع بعض بالشرع من الأول كنا شو وصلنا للمحاكم الحاسبية. لو تعاملنا مع بعض بما يرضي الله كأسرتين عادي مش هنوصل للمحاكم الحاسبية. هتبقى كل حاجة بيننا خلاص يا جماعة. يعني في حالات الانفصال الأب مرتضي، هتنفصلي، طب تمام الولاد معاكي خميس وجمعة، معايا سبت وحد، هتمشي الامور بالظبط بتفاهم خلاص هتنحل هذه المشاكل. مش هيبقى فيه اصلا، مش هحتاج القانون، مش هحتاج القانون في حاجه. لو برضو في حالات وفاه الاب او الام، على فكره هو القانون بيعالج في الحالتين، ما ممكن الام تتوفى وممكن كلاهما يتوفى. هي العلاقات الاسريه يا جماعه زي ما بنخش مع بعض بالمعروف فارقهم بالمعروف. هو ده الاساس.
في الدين، يا امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. يعني ايه اسرح باحسان؟ يعني تفضل العلاقات زي ما معالي اللي هو قال في الاول، انا عايز ان تفضل العلاقات كويسه عشان تفضل الاطفال في بيئه صحيه. طب حضرتك بتراهني على انه النفوس السويه او الناس اللي هي بتتقي ربنا او الناس اللي هي ماشيه ورا الشرع، لكن ايوه، لكن انا بقول لما بيبقى في مشكله على الارض نعمل ايه؟ لو هتلتجئ للقانون لازم القانون يأمن الطفل. الطفل يعني ممكن نبقى متفقين على ده انه المصلحه العليا هي للاطفال، فنشوف اللي يصلح للاطفال نعمل بالظبط. تمام. وعلى فكره بص برضو عايزه اوضح فضل. حاجه، في قوانين شرعيه كتير، يعني انت عندك الشريعه يعني مأمنه الطفل جامد، فاحنا برضو ما خرجناش عن نطاق الشرع يا جماعه. يعني هنا ما بنتكلمش عن الاب وبنتكلم عن الام، بنتكلم عن الاطفال. الاطفال لان دول اللي بيدفعوا الثمن غالي جدا. دول اللي بيتلعب بيهم للاسف في هذه القضيه. دول حلال. سيدي فاضل، يعني انا بستخدم الاطفال كسلاح. دروع بشريه. بالظبط. للاسف الشديد. وفي السن ده يعني لو حضرتك استضفت حد من علماء النفس، للاسف ده سن تكوين الشخصيه، اما طلعها مدمره ومهشمه وطلعها على الكذب وطلعها على كذا، خلاص انا طلعت مجتمع، انشات مجتمع جديد طالع على الكذب والخداع والتشكيك. انا طول الوقت بشككه في الاب او بشككه في الام. قول لي رؤيه حضرتك في الاطار ده. أوكي. بمعنى انه انا هنمكن الناس تبقى نفوسها يعني نظيفه كده والناس بتبقى الشرع، لكن عندنا مشكله على الارض. عندنا مشكله. هقول لحضرتك حاجه، هو هل كل الامهات تصلح للحضانه؟ بالطبع لا. بالطبع فكره لا. التعميم صح؟ ما مش معاها. ايه اللي بيحصل؟ يعني الحضانه بتروح للام. وبعد كده لو الاب لي اي حاجه على تصرفات الام بيروح يرفع ايه؟ بيروح يرفع اذكار حضانه. نفس الكلام، هي الولايه للجد، والله الجد بقى ده غير سوي، خلاص على الام انها تلجا للقضاء تثبت ان هو غير سوي وتسقط عنه الولايه. ماشي. ده حل قانوني. ايوه ده الموضوع. يعني في القانون بيتيح ده. بالظبط. زي ما في الحضانه الام بتاخد الحضانه باي ديفولت اول ما الطلاق بيحصل، خلاص بتروح تعمل دعوه اثبات حضانه وتثبت الحضانه. نفس الكلام، انت النهارده والله الام شايفه ان الجد ده ليها تحفظات عليه، تروح تطلع للقاضي ترفع قضيه باسقاط الولايه او الوصايه الماليه عليه، وانتهى الموضوع. وانتهى الامر. اللي احنا عايزينه بس سرعه الاجراءات. يعني القضيه ما تقعدش في المحكمه فتره كبيره، خلاص، لان حضرتك بتتكلم على فلوس ولاد عايزه مصاريف والكلام ده، فالقضيه ما تقعدش، يعني سرعه البث في مثل هذه القضايا. هو ده اللي هيحل الموضوع. انما ما اقدرش النهارده اجي اقول الامهات كلها وحشين والامهات كلهم حلوين، ولا الجدود كلهم حلوين ولا الجدود كلهم وحشين. دي ناس. انت بتولي من شان دوله قانون. بالظبط. يعني هي الجد معاه الولايه، كانت الام عندها مشكله فترفع قضيه عشان تسقط الولايه وتروح لها. بالظبط. وتتحكم في ظرف اسبوعين ثلاثه. فالمساله تخلص. تخلص. لكن مساله فكره التعديل نفسها انت رافض. يعني انا النهارده اجي اسحب الولايه بالقانون من الجد اللي هو ممكن يبقى سوي واديها الام غير سويه زي اللي في المسلسل ده. انت شايف الام في المسلسل غير طبعًا سويه. طبعا هي في جريمه ما عملتهاش. حضرتك تمسك مواد قانون العقوبات وشوفها هي عملت كام جريمه يعاقب عليها القانون. وضيعت كل اللي حواليها، وضيعت الميراث كله. في الاخر ضيعت الميراث كله. ايه اللي هي عملته لاولادها؟ ايه اللي هي عملته بانها هربت باولادها؟ نورت المحكمه. انا بشكر حضرتك جدا سياده النائبه ايمان الالفي، عضو مجلس نواب عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. شكرا. ودكتور اشرف تمام رئيس الاسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء. بشكر حضراتكم. وهي الرساله واضحه اللي احنا بنقعد نقول عليها طول الوقت، ان البلد دي لو بقت دوله قانون اعتقد كل المشاكل هتتحل. مفيش نوع من المكايده، ومفيش نوع من انه حد عايز ياخد حاجه غصب عن الجميع. لو الدوله دوله قانون وبنحترم القانون اعتقد مش هنبقى محتاجين كل شويه يقول لك عدل القانون ده ما تعدلش القانون ده، وان شاء الله كل الامور تسير الى الخير. بشكر حضراتكم. كنتم معانا النهارده. احنا هنتقابل يوم الجمعه اللي جاي، يعني النهارده كده قابلناكم بعد الاجازه، لكن هنتقابل في موعدنا الجمعه والسبت والحد الجايين ان شاء الله. بشكر حضراتكم وتصبحون على وطن.